الآن إلى فقرة كاتب ومقال، والمقال الذي اخترناه لهذا اليوم جاء تحت عنوان دلالات الإخفاق الإسرائيلي من الاتفاق السعودي الإيراني، وكتبه الدكتور عدنان أبو عامر الخبير في الشأن الإسرائيلي. ما كتب تحت هذا العنوان دلالات الإخفاق الإسرائيلي من الاتفاق السعودي الإيراني، وهو كان يتحدث في يعني في زاوية مهمة بأن هذا الاتفاق على الرغم من أنه اتفاق إقليمي واتفاق بين دولتين كبيرتين أيضا في المنطقة هي المملكة العربية السعودية وكذلك الجمهورية الإيرانية، إلا أن إسرائيل تعتبر ما جرى شأنا داخليا، لذلك تبحث هذا الاتفاق السعودي الإيراني منذ أن تم الإعلان عنه في كل دقيقة، وتبحث أيضا تداعياته. هذا الاتفاق كما قال كثير من المراقبين فإنه شكل صدمة لتل أبيب وكذلك لواشنطن، والأهم من كل هذا أن الصين بكين هي من رعت هذا الاتفاق، لكنه من حيث توقيته كما يشير أيضا المقال وفيما يتعلق بدلالاته، الدكتور عدنان أبو عامر كان يشير إلى نقطة مهمة أن هذا الاتفاق تبعه رفض المملكة العربية السعودية إعطاء تأشيرة لأحد الوفود الإسرائيلية التي كان من المفترض أن تشارك في مؤتمر للأمم المتحدة. هذه إشارة جوهرية كما يقول هذا المقال بأن اتفاق التطبيع الذي كان يروج له وكان متوقعا وكان يدعمه أيضا الكثيرون يبدو بأنه بعيد المنال، على الرغم من وجود عدد من الإشارات التي كانت تعطي انطباعا باقتراب أيضا التطبيع ما بين تل أبيب وما بين الرياض. حتى هذا الاتفاق يعطي أيضا مؤشرا بأن هذا التطبيع أيضا ما زال بعيدا ما بين السعودية وما بين إسرائيل. إذن هو اتفاق سعودي إيراني كان مفاجئا لإسرائيل وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي الدلالات والإشارات في توقيته، أيضا في إشارات أخرى بعيدة أيضا عن المقال تحديدا، هو يأتي في توقيت كانت تصعد فيه إسرائيل من لهجتها، خاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان يهدد إيران بضربة عسكرية في هذا التوقيت بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قرب إيران بامتلاكها قنبلة نووية في عدة أيام. ربما معي الآن الدكتور عدنان أبو عامر مرة أخرى، أهلا بك دكتور. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك. ما هي دلالات هذا الإخفاق الإسرائيلي من الاتفاق السعودي الإيراني الأخير؟ أحسن الله أوقاتكم أستاذ يحيى وأستاذ المشاهدين. من الواضح أن هناك ما يمكن أن نسميه انتكاسة إسرائيلية في السياسة الخارجية في ضوء جهودها الحثيثة كانت لضم السعودية لاتفاق التطبيع معها إلى وقت قريب. فجأة جاء ذلك الاتفاق الإيراني السعودي مفاجئ كما يبدو، ليربك كل الحسابات الإسرائيلية الخارجية ويعيد من جديد موضوع السياسة الإسرائيلية في المنطقة سواء باتجاه ضم السعودية إلى موضوع التطبيع من جهة أو توجيه ضربة عسكرية لإيران. المفاجئ أكثر أن الإسرائيليين يعتقدون أن هذا الاتفاق هو نتيجة طبيعية للتراجع الأمريكي في المنطقة وعدم اعتماد السعوديين كثيرا على وجود حماية ما من قبل الولايات المتحدة لأوضاعها الأمنية الداخلية. ولذلك جاء التموضع السعودي وإعادة التموضع شرقا باتجاه الصين وإيران لمحاولة حفظ مصالحها السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة. هذا الاتفاق دكتور باختصار يعني هل يعني أن اتفاق تطبيع كان محتمل بين السعودية وإسرائيل أصبح بعيدا؟ شوف، الاتفاق حصل قبل أيام قليلة في الوقت الذي كان فيه نتنياهو في روما يتفاخر بأن السعودية قاب قوسين وأدنى من اتفاق التطبيع معه، ولذلك جاءت هذه الاتفاق يعني بالفعل يربك حسابات كثيرة جدا عند الإسرائيليين ويضع علامات استفهام حول مدى جدوى السياسة الخارجية الإسرائيلية في ضوء انشغالها وانغماسها في السياسة الداخلية ومشاكل انقلاب القضاء واحتجاجاتها الداخلية. من جهة أخرى لا يبدو أن الموضوع يعني له تبعات مباشرة متواصلة، وإنما قد يكون تبعات بعيدة المدى على صعيد إعادة موضوع السياسة السعودية بشكل عام مع الإيرانيين وتصفير المشاكل بينهم في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، وبالتالي إعادة رسم الخارطة. هل هذا متوقع أم لا؟ بحاجة إلى نقاش أكثر خاصة في ضوء يعني القراءة. ألو، أيوة يا سيدي.
طيب بدنا فقدنا الاتصال مع الدكتور عدنان أبو عامر خبير في الشأن الإسرائيلي، وأشكره على هذه المداخلة.